بسم الله الرحمن الرحيم من خصائصه صلى الله عليه وسلم تخنوا إحادي دق بأماري قاستن خيل الله تن قاستن دل دورش دولا بلخش قيش بأمار أمتنا هم شاقي دوي بأيسا بالحنيفية السمحة إشت الله وغيطان وإزا شيق دل الحنيفية السمحة الله تن دل قدر الحنيفية السمحة يهودتي انت حد يتر دقوي قال ابن قيم الله جمع بين كونها حنيفية وكونها سمها اشت الله فأمر قدل درشتن هم هم هدر حنيفية درون إذا حنيفية ديل تعوريح حنيفية بوغا حت أندر دين شركة حت أندر إن دار الله شهد العبادة تعدي در حنيفية في التوحيد توحيد حنيفية در إذا في مرق دل دوش تل دينا سمحه في الأخلاق إشت أهت دوش خال دوشة دزين دوشة دينا دون باي مرق دل دوش تل وضد الأمرين إشت قيتشي هما دوحال دوخش هم در قيدلك باي مرق هو در الشرك وشركان دحل دوخش دينا را وتحريم الحلال إشت حان دين دوش تل هما حارم در دوي سندو هل دوشه دين دونر ها ها نل دين دوشه بلوشه ها رم دشه دز دش دوشه اهت دين الله هشي لايشنا دين دو دين دو بيمر دلجا صلى الله عليه وسلم بعث الى الثقلين اشت بيمر ويا وئت نونا الى الثقلين شين تايبي وأيضا هو تيب داره أدم جن قال صلى الله عليه وسلم فهم أصبعه النبي يبعث في قومه خاصة بقول الله حلقه فهم أشبغه مبارك أستن تعشي ناخج وبعثت إلى الناس كاف أما شاء وغتنا مو أعلى صلى الله عليه وسلم دول خلقي دول خلقه وغتنا موشا ما السقام جنش جنشك وغتنا موشا والله أعلم